زهقت من الدوشه؟ نفسك تقضي اجازه في مكان هادي بعيد عن الصخب والدوشه والزحمه وكل حاجه موتره حياتك؟ عارفه هتقولي ما عندكش وقت تسافر. الحل هنا في محميه وادي دجله. بمجرد ما تدخل من البوابه هتحس انك فصلت تماما في الزمان والمكان عن كل حاجه ممكن تشوفها في المدينه. جبال وصحراء، ممكن تعمل تخييم وتعمل يوم ولا اروع، وكمان تعمل سفاري هنا في محمية وادي دجلة، إحدى المحميات الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى حبى مصر بيها. تعالوا معانا في حلقة خاصة جداً من منشط هنا من محمية وادي دجلة. مشاهدينا الكرام، احنا النهارده داخل احدى المحميات الطبيعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى حبى بيها مصر ام الدنيا. احنا تحديدا داخل محميه وادي دجله بصحبه دكتور ياسمين فؤاد وزيره البيئه. اهلا بحضرتك معانا. اهلا يا استاذه عنيا، ازيك؟ في سنه 1999 تم اعلان محميه وادي دجله كمحميه طبيعيه. هو ايه اللي بيخلي المكان يتم اعلانه محميه طبيعيه اصلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انت ما شايفه كده، ممكن اللي يبص على المكان يقول هو ايه شويه التراب والزلط والحاجات دي اللي موجوده، فليه اعلنت محميه؟ المحميه هي زي اسمها ما بيقول كده، هي فيها نوع معين من الحفريات او نوع معين من الكائنات. قد تكون هذه الكائنات نباتات او كائنات بحريه او نوع معين من الحيوانات اللي نادره، وبالتالي يجب ان تعلن مكان نحافظ عليه عشان نحمي الممتلكات دي. الممتلكات قد تكون حفريات او قد تكون كائنات بكل انواع هذه الكائنات. فدي فكره اعلان المحميه او المحميات الطبيعيه. وطبعا محميات طبيعيه فهي جايه من الطبيعه، فلازم تكون حاجه طبيعيه نقدر ان احنا نحافظ عليها. لكن السؤال اللي اهم هو ايه اهميه المحميه؟ يعني ايه اهميه ان احنا لقينا مكان فعلناه محميه؟ ببساطه شديده، المحميه هي جزء من النظام البيئي والتوازن البيئي. وادي دجله، وادي دي مهمه جدا. وادي هي ميزه هذا الوادي انه بيمتص كميات كبيره جدا من الامطار، وممكن يكون هناك سيول، ودي بتؤدي الى انواع من انواع الحمايه للمناطق الثانيه اللي موجوده في القاهره الجديده ومناطق اخرى. ففكره ان مكان يعلن محميه هو ليه حاجه انت بتحافظي عليها، يعني دول مهم قوي في التوازن البيئي. سبحان الله، ليه حاجه انت بتحافظي عليها؟ فانت مش بتعلنيه محميه عشان تحافظي فقط، انت بتعلنيه محميه بجانب ان هو ليه دور انه بيحافظ على التوازن البيئي عشان الحياه تفضل موجوده في هذه المنطقة، ومن هذه المنطقة للمناطق الثانية، ومنها للدولة، ومن الدولة للعالم. احنا عندنا 31 محمية طبيعية. 30 بس. 30 محمية طبيعية. طيب، ده طبعا لجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سنة 2018. مش هيزيدوا قريب؟ لا، احنا دلوقتي طبعا عندنا مقترح ان في محميتين هندخلهم ان شاء الله في الفترة اللي جاية. بس فكرة انك تعليني محمية احنا موقفينها شوية بقالنا فترة. ليه؟ لان الفكرة ان احنا في مسار تنمية، والمحمية لها قواعد معينة ولوائح معينة للعمل فيها. هناك قانون المحميات الطبيعية 102 لسنة 1983، وده ليه لوائح معينة. ما ينفعش جوه محمية تيجي تعملي مبنى معمول بطريقة معينة، ما ينفعش أي نشاط يتعمل جوه المحمية، فهناك قواعد لده. ففكرة إن احنا وجود التنمية داخل الدولة لا يتعارض مع وجود محمية، ولكن اللي احنا بنعمله دلوقتي بنحاول نشوف المحميات القائمة حاليا، هل كل هذه المساحة محمية أم نريد إعادة ترسيم محمياتنا تانية عشان نحافظ على الجزء اللي محتاج يتحافظ عليه واللي فيه حساسية بيئية. حساسية بيئية حدود محميات. إعادة ترسيم حدود المحميات، بمعنى إن أنا في محميات شاسعة جدا، كل المكان ده أنا مش محتاجة أعلنه محمية، لأن في جزء منه فقد الحساسية البيئية ومبقاش الحقيقة بينطبق عليه كل خصائص المحمية. ولكن إعادة ترسيم حدود المحميات هي إعادة النظر بعد 20 أو 30 سنة في حفاظنا على مواردنا الطبيعية وما هو محمية فعلا، وترك الجزء الآخر لمسارات التنمية.
وده الحقيقه مهم جدا. ليه؟ لان مصر حاليا دي برضو معلومه اخرى، احنا رؤساء مؤتمر التنوع البيولوجي. اعلان المحميات جه في العالم كله مع 1992، وهو بدايه خروج اتفاقيه اسمها اتفاقيه التنوع البيولوجي. التنوع البيولوجي هو اللي انا بقول لك عليه، اللي انا كنت بحكيه، اللي هو انت عايشه في الدنيا على ميه وعلى اكل وعلى مسكن وعلى تربه وعلى هواء وعلى كل ده، كل ده بينسجم مع بعضه اسمه التنوع البيولوجي. فببساطه شديده هذه الاتفاقيه هي اللي قالت للعالم كله ابتدي اعلن محميات، ابتدي شوف الحاجات النادره من كائنات بحريه، من نباتات، من حفريات، وابتدي اعلنها. فمصر حاليا هي رئيس مؤتمر التنوع البيولوجي بعد استضافتنا لهذا المؤتمر في 2018. في اطار استضافتنا لده وان احنا بنتجه مع العالم لرسم خارطه الطريق للتنوع البيولوجي، بنستغل ده ان احنا بنعيد الاول النظر فيما لدينا، كيفيه الاستفاده القصوى منه، وهحكي لك بعد شويه خطتنا واستراتيجيتنا ورؤيتنا لتطوير المحميات، وبعدين المرحله الثانيه هو اعلان محميات جديده. طيب المحميه اللي احنا فيها دلوقتي محميه وادي دجله لها طبيعه مختلفه، طبيعه جيولوجيه، يعني اللي يدخل هنا عايز يعمل تخييم هيلاقي، عايز يعمل سفاري هيلاقي، في جبال، يعني لها طبيعه مختلفه، ممكن تجذب السائح اللي له علاقه بالجيولوجيا، السائح اللي له طبيعه مختلفه. احنا دورنا ايه كمصر في جذب سياحه من نوع مختلف للمحميات الطبيعيه؟ بصي خليني أكلمك على نوعين من المحميات وأوسع هذا المفهوم لكلمة الزائر، لأن الزائر قد يكون مصري وقد يكون أجنبي. فعندنا وادي دجلة مع الغابة المتحجرة اللي موجودة في التجمع، الاتنين دول نوع زوار بتاعهم أكتر مصريين. ليه؟ لأن هما المكان ده موجود في وسط القاهرة، في وسط حياة فيها دوشة كتير وشوبينج مولز ونوادي وحاجات كده، فاللي بيجي هنا يفصله. أيوة بالظبط. واللي بيجي هنا الحقيقة amazingly إن اللي بيجي هنا هما الشباب بتوع الجامعة والأولاد بتوع المدارس. كمية المدارس اللي بتعمل رحلات هنا في محمية وادي دجلة غير طبيعية. حاجة تانية، إن كل ما كترتي النشاط جوه المحمية، بمعنى إيه؟ إن أنت بتربطي علاقتك بالجامعات، بتربطي علاقتك بالأولاد الصغيرين، بتفهميهم يعني إيه أهمية الحفريات، أهمية الجيولوجي، أهمية النبات دي. عندنا فوق مثلا نوع أكتر من 75 نوع نبات موجود داخل المحمية، عندنا طيور معينة بتيجي في وقت معين بتعدي من هذه المحمية بجانب الحفريات دي. ففكرة إن الزائر اللي هو المصريين اللي بييجوا يستمتعوا بهذه المحمية عشان يفصلوا، هما برضو في معلومات بيبتدوا إن هما يتعلموها. الحاجة التانية اللي مهمة ان انت لازم المحمية تقدم لك خدمات. فاحنا عندنا لسه مخلصين على الناحية التانية على الطريق السويس، هتلاقي ان احنا مخلصين مركز تدريب ومخلصين كافيتاريا كبيرة. الفكرة بتاعت ده ايه برضو؟ ان احنا دلوقتي بنحاول ان الولاد نطور من نفسنا شوية، ان الولاد اللي يجوا مش مجرد ان هم يقعدوا بس على الحتة دي وان احنا نشرح لهم، احنا كمان عايزين ناخدهم في مكان معين نشرح لهم ويعملوا بعض الانشطة الانتراكتف اكتيفيتي عشان يبتدوا يفهموا، طب اللي انا شفته ده وقاله لي بالبق ايه علاقته باللي انا بعمله بايديا دلوقتي، حته الحفريات والفصل وان احنا شغالين مع كذا جهه، ونظام الكشافه اللي احنا كنا بناخده في المدارس ولسه بيجوا لغايه دلوقتي. فده نوع من الزائر اللي مهم بالنسبه لنا، واللي كل ما بنطور نفسنا وبنتيح المحميه وبنروج لها وبنزود الانشطه كل ما زاد السائح، لان احنا السنه اللي فاتت مع تطوير هذه المحميه وصلنا ل 125,000 زائر في السنة الواحدة، وده طبعا معظمهم كانوا كمية كبيرة جدا من المصريين في هذه المحمية. طيب النوع التاني بقى اللي انت بتتكلمي عليه اللي هو السائح اللي جاي من بره، السائح اللي جاي من بره ده بيستهدف أنواع معينة من المحميات، ما يسمى بالمحميات البحرية، وهو ما لدينا في مصر في راس محمد، في بالظبط في جنوب سيناء. انت جنوب سيناء اللي انت تعرفيه راس محمد، لكن اللي انت ما تعرفوش ان في اربع محميات تانيين، في محميه نبأ، وفي محميه ابو جالوم، منطقه البلو هول احسن منطقه للغوص، خامس موقع للغوص على مستوى العالم، عندك محميه سانت كاترين، وعندك محميه طابا، عندك محميات البحر الاحمر، منطقه الجزر الشماليه. السائح ده بقى بيجي بيستهدف حاجة تانية خالص، بيستهدف ان هو عايز يستمتع بالشمس والبحر والشعاب المرجانية، وده اللي احنا بنحاول في خلال الفترة اللي فاتت ان احنا مش نروج ليه، لان احنا هنبتدي الترويج الحقيقي للسياحة البيئية في شهر ابريل اللي جاي، لان ده كان محتاج دراسات ومحتاج ان انت زي ما بنقول المحمية دي فيها انواع معينه من الجبال والحفريات، لكن لما هنروح على منطقه جنوب سيناء هنلاقي البحر والالوان والشعب المرجانيه، انت لازم تربطي البراندنج بتاعك بده.
فيبقى في كل محميه ليها لوجو معين، ليها قصه معينه انت بتحكيها. نرجع تاني لقصه السائح، فالسائح اللي بيستهدف هذه المحميات لازم نقدم له خدمات. الخدمات اللي احنا بنقدمها ايه؟ الخدمات اللي احنا بنقدمها ان انت لازم الطريق، الطريق مثلا او واحد محتاج شلتر معين، ما كانش فيه شلتر انك تطلعي من المحميات، محتاج حمام معين، محتاج مكان يقعد كافيتيريا باسلوب معين، باسلوب بدوي، يبتدي ان هو ياخد عصير لان او ياخد حاجه يشربها، لان اللي بيعمل دايفنج في منطقه مثلا زي البلو هول ده ما يقدرش يطلع ياكل، لان هو لازم يرتاح ساعتين ثلاثه وياخد حاجه خفيفه جدا از سناك وبعدين يرجع ان هو ينزل. ده هيتعمل خلاص، ده اتعمل، ده ابتدينا المرحله الاولى في منطقه البلو هول ولسه شغالين في المرحله الثانيه والثالثه. خلصنا محميه راس محمد بالنسبه للاستراحه اللي هناك وبالنسبه للشلتر اللي هناك، شغالين في محميه نبقى، خلصنا مركز الزوار بتاع سانت كاترين وخلصنا مركز الزوار بتاع منطقه طابا. فالفكره ان احنا ما تمريش على سانت كاترين كده، ده سانت كاترين دي عظمه من ربنا سبحانه وتعالى. سانت كاترين مدينه جوه محميه. اه ده اللي انا عايزه، مدينه جوه محميه، فهي المدينه جوه محميه. كان مشكله سانت كاترين فيها بعض المشاكل في خلال السنوات اللي فاتت ان انت الطريق بتاع مسار الزوار ده ما كانش ممهد، فكنا محتاجين نعمل سلالم معينه وسور معين. وعلى فكره ما ينفعش نعمل سلالم مثلا وخيم جوه المحميه، فاحنا لازم نستخدم كل الخامات اللي موجودة جوه المحمية عشان نبقي على هذه الطبيعة، ولكن يبقى الطريق ممهد. مركز الزوار كان محتاج إعادة تأهيل. الحمامات احنا بنعمل على فكرة جوه المحميات حاجة اسمها حمامات جافة، ما ينفعش نعمل حمامات فيها صرف معين، فالحمامات الجافة دي لها ستايل معين. احنا قعدنا فترة عبال ما ندرس طب هنجيب الحمام الجاف منين، طب نعمله ازاي. اهم حاجة بقى هندرب المجتمع المحلي ان هو يستفيد ويلاقي شغل جوه المحميه ويفيدنا ويملاها صيانه ازاي. دي الهدف الثالث الحقيقه من رؤيه الوزاره. بمعنى ايه؟ دمج المجتمعات المحليه في مسارات التنميه. انا دايما بنقول ما ينفعش ان احنا نقول المحميه محميه من غير ناسها، من غير ناسها ولا اهلها، لان فكره المحميه عشان تقدري تصونيها اكتر ناس يقدروا يحافظوا على المحميات الطبيعيه مش الفنيين ولا العلميين، سكانها الأصليين، لأن هم حتة منها وعاداتهم وتقاليدهم وما يسمى بالمعارف التقليدية. هذه المعارف التقليدية ده علم بيدرس في المحميات الطبيعية، إنك تحافظي على المعارف التقليدية داخل هذه المحمية. هم ليهم أسلوب معين للحياة والأسلوب ده هو اللي بيحافظ على الموارد الطبيعية. فلما نيجي عند محميات مثلا زي الفيوم ونبتدي نشتغل مع السيدات إن هم ياخدوا موارد طبيعية من المحمية ويبتدوا ان هم يعملوا اشغال بيها ويبتدوا ان هم يبيعوها، زودت لهم 260% في سنه واحده الدخل بتاعهم، فبالتالي هم هيبتدوا ان هم يحافظوا عليها. لما نروح محميه نبأ ونلاقي ان السكان المحليين اللي موجودين هناك، محميه نبأ معروفه قوي في جنوب سيناء بان في موسم للتزاوج بتاع السلاحف. الموسم ده انت لازم ترجعي السلاحف للميه تاني، الحفاظ على السلاحف. تلاقي المجتمع المحلي والاولاد بتوع جنوب سيناء، انا بتكلم بجد، عندهم 7-8 سنين، هم فاهمين ازاي يتعاملوا مع السلحفه. لما تعبت عملوا لها حفره كده جوه ميه، ابتدوا يحافظوا عليها وابتدوا يدوا لها ادويه معينه ورجعوها تاني الميه. لما حد بيسمع القصه دي بيقول يعني احنا خلاص خلصنا كل التحديات اللي موجوده في بلدنا وكل المسارات بتاعت التنميه وقاعدين بنحافظ على السلحفه. على فكره السلحفه دي وان انت تلاقي ولاد فاهمين يعني ايه اهميتها، هو ده اساس ان انت يبقى عندك مستقبل افضل، ان انت يبقى عندك ناس واعيه باهميه ده. ما احنا مش هينفع نفضل ماشيين طول الوقت بنعمل السلحفة تنميه. السلحفه بتتغذى على نوع معين من الحشرات، ففي توازن بيئي. في توازن بيئي، فطول ما انت مش عارفه انك تعملي دون ومتجاهلاه، طول ما انت حياتك هتبقى مش يعني مش مظبوط. يعني تعليم، التعليم ان اهميه البيئه وان ده نوع معين من التوازن البيئي ده مهم من الصغر. ان احنا لازم ان احنا نعرفه، ولازم السكان المحليين دول يبقوا جزء من المحميه. سانت كاترين بما ان انت قلتي منطقه خلابه، لا انا رحت سانت كاترين، انا بقيت اقول يا ربي معقوله ربنا مدينا الجمال ده واحنا مش مستغلينه. رحتي سانت كاترين في الشتاء؟ لا انا رحتها في الصيف، بس عايزه اقول لك حاجه، احنا مقصرين لاني ربنا ادانا اماكن جميله 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 واحنا مش عارفين نستغلها ان احنا نجذب بره. سانت كاترين لما يبقى فيها جليد وفي عندنا سائح بيهوى الجليد، ما تيجي نجيبه وتعالى نطلعك من الجليد بقى ونوديك حته تانية فيها جبال وتعالى نطلعك. يبقى احنا محتاجين ان احنا نربط السائح اللي هو بيحب الحاجات دي ونجيبه بلدنا. ونقدر عشان نقدر نعمل ده كان لازم نعمل 3 حاجات في الاول. واحد، نقيم الموارد اللي بتاعت المحمية دي احنا هنحافظ عليها ازاي.
محمية عشان تعمليها، الفكرة ان المحمية مختلفة عن اي حتة تانية، يعني مختلفة مثلا عن الاثر او عن المتحف. الفكرة بتاعت المحمية ان لازم يتعمل لها خطة ادارة. خطة ادارة للمحميات لازم ان هي تتعمل، ده اللي احنا عملناه في الاول. اتنين، ان انت كان لازم عندك بنية تحتية اللي هو الاساس. هو انت هتجيبي الراجل تدخليه سانت كاترين وانت ما عندكيش مثلا حمامات، ما عندكيش طريق ممهد، ما ده ما كانش موجود على فكره لغايه من سنه ونص. فده اللي احنا عملناه، ان احنا البنيه التحتيه. ثلاثه، ان انت بتشركي المجتمع المحلي. واربعه، تبتدي تحطي الاجراءات اللي تضمن لك ان ده يتعمل. فالحقيقه احنا كنا مقصرين، بس احنا اشتغلنا في سنه ونص. مش هقول لك اشتغلنا على 30 محميه، لان مش ممكن اشتغل على 30 محميه في مره واحده. 13 تقريبا هو اللي احنا 13 اللي شغالين عليهم، جنوب سيناء والبحر الاحمر والفيوم والمنطقه بتاعه دجله والغابه المتحجره، كاولويه اولى نقدر ان احنا نشتغل عليهم. وللتنوع نوع الزائر الحقيقه ما بين هذه المحميات الطبيعيه. فاللي احنا بدأناه ان احنا ابتدينا نشتغل على بنيه تحتيه، ابتدينا نشتغل على ان يبقى في خطه اداره لهذه المحميات، ابتدينا نشتغل على ضبط الرسوم بتاعه هذه المحميات. ما ينفعش تبقى الحاجه موارد طبيعيه وانت سايباها بتتبهدل. صحيح. حاجه ببلاش، ما هو ابو بلاش ده بيبقى دايما حاجه سهله ان انت يعني ايه ما تهتميش بيها. ففكره ان انت تراجعي كل ده وتشتغلي فيه على التوازي مش على التوالي، دي نمره واحد. نمره اتنين، ان انت تبقي عارفه ان انت هتمشي في مرحله السياحه البيئيه، وده اللي احنا بداناه من سنه. فكره ان انت تروجي للمحميات مش شويه صور يتحطوا على الانترنت، لا انا اسفه جدا، فكره ان احنا نروج للمحميات والسياحه البيئيه. نمره واحد، لازم اشرح لقطاع السياحه يعني ايه سياحه بيئيه، صح ولا لا؟ فلازم يتدربوا، ده اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت. بقى عندنا مرشدين سياحيين بياخدوا ترخيص من وزاره البيئه بعد ما يعدوا كورس معين. ليه؟ لان هم دول كانوا بيخشوا جوه المحميه بيحكوا قصه ملهاش اي علاقه بالسياحه البيئيه. ده في الغواص البيئي؟ لا، المرشد السياحي اللي هو موجود وبياخد السياح في منطقه سيناء او منطقه البحر الاحمر بيزوروا المحميه. فهو ماشي معاه في المحميه بيحكي له على قصه المحميه او بيحكي له على موضوعات ليها علاقه بالسياحه البيئيه. هو لو معلوماته غلط السائح هيتريق عليه. يعني ما ينفعش مثلا نقول كلمة استدامة أو سياحة بيئية أو سياحة مستدامة وهي بتتكلم على إن أنت ترشدي استخدام الموارد الطبيعية، والراجل يخش يلاقي فيه إهدار للموارد الطبيعية، أو إحنا بنعمل عكس الجملة اللي إحنا بنقولها. فهو ده اللي أنا بقوله. ففكرة إن إحنا عملنا تدريب مرتين للمرشدين السياحيين اللي موجودين في سيناء، وخدوا لايسنس معينه، خدوا شهادات معينه مننا، بقوا هم مؤهلين انهم يخشوا جوه المحميات يحكوا يعني ايه سياحه بيئيه او سياحه مستدامه. الجزء الثاني اللي هو اللي مهم، ان انت تبتدي تعملي تربطي المحميه بناسها. ففكره ان احنا نازلين دلوقتي بنصور وبنعمل فيديوز على محمياتنا الطبيعيه، ويبقى كل محميه ليها اللوجو بتاعه. يعني الحيتان هتلاقي في مارس اللوجو بتاعها عباره عن حوت ولونها معمول بالبيج، لان هي دي طبيعه هذه المحميه. لما هننتقل لجنوب سيناء والبحر الاحمر هنلاقي اللوجو بالصور بالقصه مختلفه. طيب، من ضمن المرشدين السياحيين حضرتك عامله الغواص البيئي عشان يبقى عنده وعي بالشعاب المرجانيه وكده، دي تم تفعيلها ولا لسه؟ بصي، احنا بندي دلوقتي تدريب وتعاون مع غرف الغوص الحقيقه والمنشات السياحيه في ايه قصه الشعب المرجانيه وكيفيه الحفاظ عليها. المعلومه يمكن لان احنا سبحان الله الدوله الوحيده تقريبا اللي ما تاثرتش فيها الشعب المرجانيه بالتغيرات المناخيه. احنا مش الدوله الوحيده، احنا اخر دوله هتتاثر. الشعاب المرجانيه الموجوده في البحر الاحمر وخليج عقبه ستكون اخر شعاب مرجانيه تتاثر باثار تغير المناخ بعد 150 و200 سنه. معنى الكلام ده ايه؟ ان بلدنا هتبقى هي الملاذ للسياحه البيئيه. فلازم نبتدي نستغل ده ونفرش الفرشه صح. انا الفكره ما بحبش ان احنا نعمل الحاجه عارفه اللي هو تعمليها فرقعه ونجري. لازم نبتدي نبقى دارسين وعارفين، ونبتدي بحته حته، وتعملي الخطه وتبتدي تحطي الرؤيه وتعملي عشان تروجي للسياحه البيئيه. لازم تدربي الناس، ولازم يبقى البراندنج معمول صح، ولازم الفيديو متصور صح. فكره ان انت الحاجه مش لازم تاخد وقتها 100 سنه، بس تاخد وقتها عشان تتعمل صح، لان لما هتتعمل صح هتستمر ان شاء الله. طيب نروح للفيوم. وادي الحيتان اتحط في قائمة التراث العالمي، دي حاجة تضيف لنا عظمة للبلد ونبقى فخورين بيها. احنا بنستغل ازاي بقى وادي الحيتان ده والهياكل العظمية النادرة الموجودة فيه؟ بس وادي الحيتان مش على التراث العالمي بس، هو وادي الحيتان في 2018 هو وراس محمد اتحط على ما يسمى بالقائمة الخضراء. والقائمة الخضراء هي قائمة بتتبع أقدم منظمة للحفاظ على الطبيعة،
وهذه المنظمة أقدم كمان من الاتفاقية. قائمة الخضراء ما فيش غير 94 محمية على مستوى العالم من أصل 196 دولة هم اللي على القائمة الخضراء. وعشان تاخدي القائمة الخضراء لازم تمري ببروسيس طويل جدا لمدة سنة. احنا قدمنا خرائط وخرائط وتعملي الخطة الإدارة ويجي ناس يقيموكي ويسألوكي ويبتدوا يشوفوا جوه المحمية. فوجود الحيتان سواء على موقع اليونسكو كتراث عالمي أو على القائمة الخضراء هو هام جدا، لأنه لما تحط عدد الزوار زاد الضعف في سنة واحدة. يعني احنا في 2019 عدد الزوار لمنطقة الحيتان زاد الضعف. طيب احنا بنعمل ايه هناك؟ بنبتدي ان احنا دلوقتي هو متحف مفتوح، بنبتدي ان احنا نتعامل مع المجتمع المحلي، بندخله ان هو يشتغل كجزء من هذه المحمية، بنعمل زيارات لوادي الحيتان، ولكن ما زال الترويج للحيتان ضعيف. وبالتالي بنحاول دلوقتي ان احنا في الباكج بتاعة السياحة اللي هنتعاون فيها مع وزارة السياحة ان احنا نحط الحيتان دي اتفاقية تمت خلاص؟ لسه شغالين عليها دلوقتي، بس اتفقنا مع وزارة السياحة على ان احنا مثلا المعارض اللي بتتعمل بره واللي مصر هتشارك فيها هيبقى فيه ركن للمحميات الطبيعية. جميل. فزي وزارة السياحة ما هتطلع تعمل تنشيط للسياحة فيما يخص الآثار بتاعتنا وبلدنا والأقصر وأسوان والحاجات الجميلة، احنا هيبقى فيه كورنر دايما موجود للمحميات الطبيعية. السياحة البيئية هتبقى جزء من سياحة الدولة. بالظبط، وجزء بره مش جوه. ما انت فكرة مش سياحة بيئية مش عايزاها تعمليه جوه، انت لازم تروحي. يعني مثلا الشهر دون عندنا معرض في براغ شغالين فيه مع السياحة، هتخش في اكسبو 2020 مع الجزء اللي مصر داخله فيه عشان نروج للمحميات الطبيعيه، هنبقى موجودين في المانيا. ففكره انك تطلعي للعالم بره، بس لازم تطلعي بماده كويسه، لازم تطلعي بحاجه كويسه ومعموله صح وبتحكي قصه. وده مستعدل له خلاص؟ جميل قوي. طيب نرجع تاني لوادي الحيتان. وادي الحيتان هيتم تفعيلها، يعني تكون فيها زوار اكتر امتى؟ احنا عندنا عدد الزوار دلوقتي في وادي الحيتان كبير مش قليل الحقيقه، بس مشكله وادي الحيتان ان احنا لازم لسه نشتغل على الطريق شويه الحقيقه. تمهيد الطريق ده مش حاجه سهله، فلكن احنا ممكن على قبل اخر السنه دي هتكون حيتان اون ذا ليست، يعني بان هي متروج لها، لان احنا حاطين الفيوم وجنوب سيناء والبحر الاحمر كاولويه اولى، لان احنا بما ان احنا عملنا البنيه التحتيه واشركنا المجتمع المحلي فهنحطهم كاولويه اولى ان هم يخشوا في برامج الترويج. في تعديات لسه بتتم على المحميات؟ وبعدين وشغالين عليها مع المحافظين دلوقتي توجيهات دوله رئيس الوزراء ان احنا بنشيل كل التعديات، لان الدوله الحقيقه لازم ان هي تسترجع اراضيها وتسترجع حقها مره. طب من ضمن التعديات اللي حصلت، المافيا اللي كانت بتسرق الرمال الصفراء الجميله النادره من الغابه المتحجره، ده تم تقنينه وخلاص انتهى؟ احنا وقفنا ده خالص بالسور اللي اتعمل ناحيه الغابه المتحجره، بان بقى فيه تامين اكتر لهذه المنطقه. وكمان اللي احنا بنعمله دلوقتي ممكن دي حاجه مهمه، المكان طول ما هو مقفول ومش بتستغليه هيبقى مطمع. صح ولا لا؟ لو انت عندك شقه وحلوه جدا قافلاها هتلاقي كل شويه حد بيطلع عليها، لكن لو احنا ابتدينا ان احنا نستغله اقتصاديا هيبقى موضوع مختلف. اللي احنا خلصناه ويمكن دي اخر حاجه اشتغلنا فيها في الربع الاخير من السنه اللي فاتت، كراسه الشروط والمواصفات لوادي دجله وللفيوم وللغابه المتحجره والراس محمد. يعني ايه كراسه شروط ومواصفات؟ يعني احنا هنتيح الفرصه للقطاع الخاص لتقديم خدمات وتشغيل انشطه داخل المحميات الطبيعيه، وده الحقيقه مفيش مشكله فيه بالنسبه لنا، لان قانون المحميات الطبيعيه بيسمح ليكي بان انت تدي حق ممارسه نشاط لاي جهه، يعني الجهات اللي هي القطاع الخاص او المجتمع المدني. زي هنا مثلا هقول لك على حاجه في وادي دجله، لما بنيجي بالليل في ايام سبت بنلاقي فيه يعني شاشه محطوطه موفي نايت، فبيجيبوا الولاد تبع الصحراء بيجيبوا بعض الأنشطة اللي بيعملوها كل يوم سبت. في رمضان بيعملوا نشاط تاني، هات فطارك وافطر معانا، فإحنا هنا في يوم في رمضان بنفطر فيه كلنا مع بعض. فالفكرة بتاعت أن أنت تتيحي الاستخدامات للمحمية وأن منها ممكن نشغل الشباب بحق ممارسة نشاط، أعتقد دي حاجة هتبقى مفيدة جدا، وهتخلي الرجل تيجي على المحمية وهتروج لها أوتوماتيكلي، وهتفتح مصدر رزق وتساعد في حل مشكلة البطالة لفئة مهمة جدا من الشعب. طب تعالي بقى هنا نتكلم عن محمية وادي دجلة، لها خصوصية. وأول ما نبص كده بنلاقي سبحان الله جبال يعني ولا أروع يعني. طبعا الأنشطة بقى أكتر أنشطة بتتم هنا إيه؟
الهايكنج طبعا الساند هايكنج دي من ضمن الانشطه اللي مهمه جدا اللي بتتم على طول. التمشيه في اماكن معينه عشان يشوفوا انواع نباتات معينه دي موجوده جوه المحميه. في بعض التراكس اللي في بعض الانشطه الخاصه بالعجل في بعض الحالات بتتعمل وتعرض علينا الحقيقه ان احنا نعمل زي ماراثون عجل داخل محميه وادي دجله. وهيتعمل هيتعمل من ضمن الحاجات اللي احنا السنه دي، ما هي دي من ضمن الحاجات اللي احنا طرحينها لقوات الشروط والمواصفات. وعندنا جزء تاني برضو لطيف جدا، الجزء بتاع التصوير. ان احنا في ناس كتير قوي بتحب تيجي تصور في المكان بتاع دجله. الدجله الحقيقه لها خصوصية بالنسبة لنا احنا كمان كبيئيين، لها وضع خاص عندنا. يعني بنحب هذه المحمية لان فيها كل حاجة، فيها الحفريات وفيها النبات وفيها انواع نادرة جدا من انواع معينة صغيرة جدا من الحيوانات ما بتشوفهاش غير في وقت معين. زي ايه؟ قولينا كده. عندنا نوع من انواع الثعالب الصغيرة جدا اللي بتبقى موجودة في دجلة بس بتيجي في وقت معين. يعني ممكن يطلع علينا ثعلب؟ لا مش ثعلب كبير، يعني لا حاجة صغيرة مش هيطلع دلوقتي الحقيقة، بيطلع بالليل. ففي انواع معينة في دجلة احنا بنحبها جدا. انواع النباتات اللي موجودة فيها برضو نباتات ممكن تكون نادرة، فلما بيجوا الولاد بتوع المدارس هنا بنخليهم يزرعوا شجر. يعني على المدخل المحمية على فكرة الشجر الصغير اللي هم اللي زرعينه، هم اللي زرعينه الولاد، هم اللي زرعينه. كل واحد عارف هو زرع انهي شجرة، فلما يجي يزور دجلة تاني يجي يبص. ولما يلاقونا مثلا شوية ما قدرناش نسقيها شوية يروحوا مبعتين يقولوا على فكرة الزرعة هتموت اسقوها كده. احساس حلو ان هم يبقى في تفاعل بينهم وبين المكان اللي هم زاروه. طبعا. دكتور ياسمين، في مهرجان الثقافات اقيم هنا، ايه فكرة هذا المهرجان واهميته ايه؟ بصي، مهرجان الثقافات المحلية والطبيعة فكرته ان احنا بنجمع كل السكان المحليين حوالين المحميات الطبيعية. من اول اللي موجودين العبابدة والبشيرة ناحية منطقة سيناء والبحر الاحمر، لغاية اللي موجودين في سيوة، لغاية اللي موجودين ناحية اسوان عند محمية سلوجة وغزال، لغاية اللي موجودين هنا. بنجمعهم وبيبتدوا ان هم يوروا اربع حاجات. الثقافة بتاعتهم، اللغة بتاعتهم الحقيقة مختلفة عن بعضها. الأغاني بتاعتهم والعادات، الطريقة اللي بياكلوا بيها. فهتلاقي لما نيجي المهرجان ده هنلاقي اللي بيبتدي يعمل الأكل جوه حلة ويحطها يغطسها جوه الرملة، وحد تاني بيبتدي إن هو يشوي بطريقة معينة. والجزء الرابع استفادتهم من الموارد الطبيعية داخل المحمية على حسب طبيعة المحمية والشغل اللي هم بيعملوه بيبتدوا ان هم يبيعوه. ففكرة ان احنا بنجمعهم في محمية بيدي اثر مهم جدا للسكان المحليين نفسهم، قد ايه هم مهمين وقد ايه كل واحد بيفرق في مسار التنمية داخل المنطقة اللي هو بيعملها. بيتعرف على ثقافة الغير، فنوع من انواع التبادل الانشطة الاجتماعية. كل الزوار اللي كانوا موجودين في هذا المهرجان لمدة 3 ايام كانوا منبهرين جدا، لان في شباب واطفال كتير جم زاروا ما كانوش عارفين ان بلدنا فيها كل هذه الثقافات المتنوعة. فزي ما بنقول ان التنوع البيولوجي هو اساس الحياة، احنا عرفنا من خلال المهرجان ده ان احنا نقول ان تنوع ثقافتنا هو اساس تماسكنا في جمهوريه مصر العربيه. محتاجين لسه قانون يحمي المحميات الطبيعيه؟ محتاجين أكثر؟ قانون للبيئه. البيئه بصفه عامه. ايوه طبعا محتاجين قانون، واحنا فعلا عملنا مراجعه للقانون بتاع البيئه. هنرجع هندخل بقانون بيئه جديد في جزء خاص بالمحميات الطبيعيه والمعايير والاشتراطات، سواء في موضوعات الخاصه بالبيئه اللي هي العاديه، موضوعات الحد من التلوث، هواء، مياه، تربة وما إلى آخره، أو الموضوعات الحفاظ على الموارد الطبيعية. وهدف هذا القانون مختلف تماما عن القانون الحالي. هدف هذا القانون إن أنت اللي بتستهلكيه ترجعي تستخدميه تاني. فكرة الاقتصاد الدوار، ما ينفعش نبقى ماشيين في حياتنا الموارد بتاعتنا أي حاجة قدامنا متاحة نستخدمها بأي استخدام، لأن بصراحة ده أنت بتجوري على حق الأجيال القادمة اللي هو إعادة التدوير. كل حاجة كل حاجة هتستخدميها هترجعي تستخدميها تاني. إعادة التدوير ده جزء، وجزء تاني انت اصلا من الاول مفروض ترشدي الاستهلاك بتاع الموارد اللي موجودة. لازم نبتدي نفكر، هو احنا كل حاجة بنستخدمها محتاجين كل دون عشان نستخدمه، ولا نستخدم على قدنا
عشان الباقي يفضل لاولادنا واولاد ولادنا. طيب قبل ما نختم مع حضرتك بقى دعوه كده للمشاهدين اللي عايزين يزوروا هنا وادي دجله، تقول لهم ييجوا يعملوا ايه بالظبط؟ وادي دجله مفتوح لكل المواطنين والزائرين من الساعه 7 الصبح لغايه الساعه 5. نقدر نيجي في تجمعات او نقدر ان احنا نيجي منفردين. في انشطه كتيره ممكن تتعمل، ممكن نشوي في وادي دجله، ممكن نتمشى، ممكن نقعد نتفرج على الطبيعه الخلابه اللي موجوده هنا، ممكن ان احنا نعمل تسلق الرمال، نقدر ان احنا نقدر نعمل تخييم لفتره معينه. كل ده بيساعدنا على ان احنا الحقيقه نصفي ذهننا في الطبيعه، لان الرجوع الى الطبيعه هو اساس الحياه على كوكب الارض. يلا مع بعض نرجع تاني للطبيعه عشان نقدر ان احنا نكمل حياة. السياحة البيئية هل هتكون لها جزء مهم جدا في النهوض الاقتصادي المتوقع لمصر ان شاء الله كجزء من السياحة المخططة للدولة؟ اه طبعا السياحة البيئية جزء هام جدا. اللي ما ينفعش 15% من مساحة مصر ومساحة محمياتنا لا يتم استغلالها الاستغلال الاقتصادي بما لا يضر بهذه المحميات، ويحافظ على مواردنا الطبيعية، لأن دول مش بتاعنا إحنا، مواردنا الطبيعية دي بتاعت ولادنا ولاد ولادنا. فالسياحة البيئية لها شق هام جدا في وزارة البيئة، لها مشروع قائم بذاته بقاله سنتين شغالين فيه ومكملين فيه إن شاء الله. إن شاء الله إحنا مستنيين ومتفائلين لأننا نقدر إن شاء الله نعمل حاجات كتير. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا دكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على هذه. شرفتوني في المحمية. نعم بشكرك. ونستناكم إن شاء الله. بشكرك وبشكركم مشاهدينا. ده كان حلقة خاصة جدا من منشط هنا من وادي دجلة، إحدى المحميات الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى حب مصر أم الدنيا بيها. وزي ما قلت لحضراتكم، لو عايز تفصل حياتك كلها وكل حاجة بشغلك خارج هذه المحمية، هتحس كأنك دخلت آلة الزمن، مجال جديد ودنيا جديدة هنا فقط تفصل في العالم والزمان في محمية وادي دجلة وأي محمية طبيعية عايز تزورها داخل مصر أم الدنيا. لكم تحياتي أنا رانيا هاشم، وإلى اللقاء إن شاء الله في بنشط جديد مع رانيا. We'll be right back.